يسعد صباحكم، يا صباح الخير ويا صباح العافية على كل مشاهدينا. بالتأكيد مستمرين معكم لتكملة باقي فقراتنا. وصلنا إلى فقرة يا هلا بالضيف. اليوم الموضوع تحديدا يخص الأمهات المرضعات. توفر الرضاعة الطبيعية فوائد صحية للأم المرضعة والطفل، كما يمثل حليب الأم أحد المصادر المهمة للطاقة والعناصر الغذائية بالنسبة للطفل الذي تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 24 شهرا. حليب الأم هو الغذاء المثالي للطفل، فهو مصمم ليوفر له جميع العناصر الغذائية من أجل نمو صحي. يتكيف حليب الأم مع نمو الطفل لتلبية احتياجاته المتغيرة، كما يحميه من الالتهابات والأمراض، بالإضافة أنه سهل الحصول عليه ومتاح كل ما احتاج إليه الطفل، حيث تساهم الرضاعة الطبيعية في خلق علاقة حميمة قوية بين الأم والطفل وإشعاره بالحنان والدفء. محور الحلقة اليوم الضيف الرضاعة الطبيعية، كنز من الفوائد للأم والطفل. طبعا دكتورة هبة قحطان الجميلي، أهلا وسهلا بيك، أخصائية طب أسرة. أهلا بيك، يسعد صباحك، يا صباح الخير، صباح يا صباح الخير العافية. دكتورة، بداية نعرف أنه أكو علاقة أكيد تربط بين الأم والطفل، خلينا نتعرف عن أهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية بصورة عامة، بعدين نتعرف عليها من خلال الطفل وحتى للأم أيضا. الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والطفل هي تجربة جميلة جدا، وظل بالذاكرة الأم مهما كبر الطفل، لأنه راح تولد مثل ما قلتوا علاقة حميمة جدا بين الأم والطفل، بالإضافة إلى فوائدها، فوائدها النفسية والجسمية أيضا. يعني لها جانب نفسي طبعا، خلينا نتعرف عليه. جانب النفسي بالنسبة للأم، نعم، هي خلال فترة الحمل والولادة تعيش في مرحلة من التوتر والإرهاق والتعب. نعم. الرضاعة الطبيعية راح توفر لها حالة من الاسترخاء والعلاقة الحميمة أيضا بين الأم والطفل، تشعرها بالأمان، تشعرها بالسعادة أيضا. بالنسبة للطفل راح يشعر أيضا بحضن أمه، راح يشعر بالأمان، وهذا راح يأثر عليه مستقبلا انه هو لما يحس انه امه متقبلته وخالتها بحضنه وترضع، هذه خلال فترة الرضاعة راح يولد عنده شعور بالامان، وكذلك يقلل عنده من السلوكيات العدوانية بالمستقبل. حلو. طيب شنو فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل لو للأم؟ لا، بالنسبة للاثنين. للاثنين نبدي بالطفل طبعا. أوكي. اول شيء هو كغذاء له، هو من أكثر شيء يعتمد عليه أول 6 أشهر، هذا إحنا نركز عليه. طبعا هو حتى شرعا وبالقرآن مذكور أنه 24 شهر أو حولين كاملين، بس هو الشيء الرئيسي أنه هو خلال أول 6 أشهر من حياة الطفل. هذه كتغذية كاملة، لأنه هو يوفر كل شيء حليب الأم. ثانيا هو تعزيز الجهاز المناعي له، لانه راح حليب الام يحتوي على اللايزوزومات، الاحماض الامينيه والنشويات والكربوهيدرات اللي تقوي جهازه المناعي بالمستقبل طبعا. ثاني شيء بالنسبه لحمايه الجهاز الهضمي، لانه حليب الام يحتوي على الكورتيزول والسكريات، هذا راح يعزز عنده جهاز الهضمي ويحميه من الامراض المعديه اللي ممكن تصيبه، خصوصا اول حياته، اول 6 أشهر. زين، انا سامعه انه الولد يختلف في الرضاعه فتره عن البنت. لا، ماكو تفريق، هو نفس الشيء. انا سامعه انه المفروض الطفل الولد يصير اكثر من البنيه. لا، يعني سامعه هوايه، ماكو هيك شيء. بالضبط. لا. طيب نهاية. دكتوره، للمراه الحامل ايضا اثناء فتره الحمل تطرا تغيرات على الجسد. نعم. هل الرضاعه الطبيعيه لها فوائد على الصحه الخارجيه للجسد واعاده الجسد الى مظهره الطبيعي من خلال الرضاعه الطبيعيه؟ احنا بعد ما خلصنا الفوائد مال الطفل، حتى للطفل. اوكي، بعد أو ثاني ثالث شيء هو تعزيز الذكاء للطفل. طيب. راح يكون مستوى ذكائه أعلى وتفكيره أحسن، وقلنا حالته النفسية أفضل من الآخرين. وياها همينا قلنا تعزيز الجهاز المناعي، الجهاز المناعي ضد الأمراض المزمنة اللي تصيب مثلا الطفل، السكري النوع الأول، الربو القصبي، أمراض الدم، كلها راح تفيده. طيب. بالإضافة أنه تجنب السمنة للطفل بالمرحلة الأولى من حياته. بالنسبة للفوائد للأم، أول شيء هي قلنا الحالة النفسية، أنه راح تحس بالسعادة وتحس بقلة التوتر عندها والاكتئاب من تقوم بالرضاعة الطبيعية. ثاني شيء فقدان الوزن، هذا لأنه هي من راح ترضع الطفل راح تفقد سعرات حرارية على
وكذلك راح يساعد الرحم على إرجاعه بالساعات الأولى إلى حجمه الطبيعي، بالإضافة إلى أنه يقيها من بعض الأمراض اللي هي سرطان الثدي، سرطان المبيض، وكذلك هشاشة العظام والأمراض الروماتيزمية. بس هو الحليب الصناعي أنه ما يغني عن الحليب الأم طبعا، يعني فرق مع العلم أنه نزلت نوعيات وفوائد وفيتامينات بس مو نفس الشيء، لكن يبقى حليب الأم بتراكيزه وبالمكونات مادة أفضل جدا من الحليب الصناعي. يعني أول شيء ولده هو الأمراض قلنا المعدية، لأنه الحليب الصناعي ما به هذه اللايزوزومات والأنتيباديز اللي موجودة رب العالمين خالقها بجسمنا وما يقدرون يصنعوها لحد الآن. طيب دكتورة، حضرتك فضلتي قلتي أنه أيضا يساعد الأم على فقدان الوزن، أكو نظام غذائي صحي تعتمد الأم المرضع أثناء فترة الرضاعة؟ هو لازم أكو نظام غذائي صحي، لأنه أكو هواي اعتقادات شائعة خاطئة، مثلا لازم تزيد أكلها، لازم تزيد السعرات الحرارية مالتها، هذا فشي يسوي رد فعل عكسي عندها ويؤدي إلى زيادة الوزن. الشيء الصحيح هي أنه تأخذ وجبات متكاملة، مثلا الحصص مالتها إذا هي 3 وجبات باليوم هي راح تكون 5 وجبات، هذه 3 وجبات الرئيسية اللي تحتوي على المكونات الغذائية الطبيعية اللي هي النشويات والفواكه والخضروات وبيناتها أيضا والبروتينات طبعا، وبيناتها أيضا الحصص الخفيفة اللي هي مثلا الحليب، منتجات الألبان، تناول حصة فاكهة، خضروات، ساندويتش بسيط، ماكو مانع. زين، تقدر الأم تحتفظ بالحليب إذا كانت يعني عندها شغل؟ نعم، بالنسبة للعمل يعني ما يروح فائدته قصدي. طيب بس دكتورة قبل الإجابة حتى ننوه أنه الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة بإمكان كل مشاهدين الاتصال والطرح أي موضوع يهمهم بخصوص هذا الحلقة اليوم. طيب فضلي دكتور، بالنسبة للعودة للعمل هو إحنا بقانون العراقي أنه أكو فترة أمومة اللي هي سنة تأخذها حتى تكون جنب الطفل، في حالة اضطرت المرأة إلى العمل وهي ترضع رضاعة طبيعية أكو هواية بدائل، بس إذا تريد تحافظ على الرضاعة الطبيعية مالتها أول شيء هي قبل ما تبدي بالعمل بأسبوعين تبدي تهيئ نفسها وتهيئ الطفل إلا هذا الشيء حتى لا يصير شيء مفاجئ. هي أو الضخ الحليب يكون بقناني نظيفة طبعاً، بلاستيكية وأكو أجهزة طبعاً خاصة بهذا الشيء، طبعاً أجهزة الضخ أو الضخ اليدوي ماكو مانع، قناني تكون يا أما بلاستيكية يا أما زجاجية أو أكو أكياس خاصة للحليب، راح تبدي تضخ الحليب بها وتبدي تكتب عليها تاريخ الضخ حتى تحتفظ بها لاحقا لرضاعة الطفل أثناء فترة العمل. يعني هم إلى وقت ويخرب. تمام، هي أول شيء تسوي أنه ترضع قبل ما تروح للعمل، هاي أول شيء. يعني بيكسباير قصدي. إيه، ثاني شيء تخلي هذا الحليب لأنه هي قبل قلنا بأسبوعين معودته على الرضاعة بالقنينة أو الرضاعة بالقلاص الحليب. فالحليب الأم يبقى 16 ساعة يعني بدرجة حرارة الغرفة اللي هي من 19 إلى 25 درجة، يبقى من 5 إلى 8 أيام بالثلاجة، بينما إذا احتفظت به بالفريزر تفرزن راح تقدر تحتفظ به سنة كاملة 12 شهر بالفريزر وما يخرب ما عليه شيء، ترجع تناوليها مره اخرى. أيوه، هاي معلومه انا شخصيا اول مره اسمعها، وما راح يكون باي سايد افكت للطفل ابدا بالعكس، يعني يضر هو صحته. يحتفظ بكل خواصه، يعني حتى اذا كان بالاشهر الاولى من حياته. اي تمام. اي نعم. زين، طيب ايضا خلي اليوم نتعرف، هل بإمكان الأم المرضع اتباع حمية غذائية؟ يعني نعرف أنه بعض السيدات يعملون الرجيم، راح يضر على صحتهم أو إذا ما راح يضر على صحتهم إذا كان تحت إشراف طبي؟ يعني أول شهرين من الرضاعة وبعد الولادة ما مسموح لأي امرأة أنه تسوي حمية غذائية. نعم، بعدين وراها نقدر نسوي حمية غذائية بنظام غذائي متوازن، لازم ما نمنعها من فتشي لأنه طيب. كل العناصر الغذائية تحتاجها هي. يعني التغذية تأثر على الحليب؟ التغذية طبعا تأثر جدا على الحليب وعلى در الحليب أيضا. نعم، يعني ذكرتي نقطة أيضا مهمة، در الحليب. بعض السيدات يعانون من قلب الحليب، أكو أقاقير ممكن يتناولوها حتى زي ضخ الحليب أو يلجؤون إلى، إحنا نعرف أنه بالعامية أنه ممكن بعض الأمهات ينطون بناتهم نوع من الأعشاب أو يقولهم أكلوا حلى زايد. نعم، هاي
هذه الموروثات اللي احنا متوارثيها. لكن اليوم علميا شنو ممكن يعملوا السيدات حتى يزيدون من ضخ الحليب وإضرار الحليب عندهم؟ أول شيء الاهتمام بالتغذية. طبعا تفضلتي قلتي الدايت، طبعا هذا الدايت والحرمان من بعض المواد الغذائية ممكن يأثر على إضرار الحليب، هاي طيب. أول شيء. ثاني شيء تناول الكثير من السوائل خصوصا الماء. الماء جدا مهم لدر الحليب. ثالثا كل ما ترضع ابنها أكثر كل ما يدر الحليب بس أكثر. دكتورة انت اكيد سامعة ومار عليك انه هي مهتمة بصحتها وبنظامها الغذائي، بس هي ما عندها كمية حليب تكفي حتى الطفل، بامكانها انه تاخذ عقاقير او هي قابلية الجسد انه بهاي الكمية، وهل بامكانها انه تعوض طفلها بالحليب الصناعي؟ اول شيء قابلية الجسد كل امرأة حامل تكون مهيئة من رب العالمين سبحانه وتعالى انه ترضع طبيعي. نعم. هاي اول شيء. ثاني شيء اي عقاقير او اعشاب هذه احنا قلنا ما تأثر، لكن قلنا بالنظام الغذائي المتوازن والماء ويعني استمرارية بالرضاع. هي الأمية وخصوصا أول طفل لأنه تكون ما تعرف بعدها، فلما تشوف الطفل ما متجاوب فإحنا نلاحظ طريقة الرضاع، أكو هواية أخطاء بطريقة الرضاع بقعدة الرضاعة نفسها، فهذا دورنا إحنا خلال فترة الحمل نسوي فد جلسات مشورة للأم الحامل ونعلمها شلون تلزم الطفل وشلون ترضعه. 70-80% من فشل الرضاعة الطبيعية هي ما تعرف شلون تلزم الطفل وشلون تقعده بحضنها حتى ترضعه. زين الأم شلون تعرف الكمية الكافية اللي لازم يأخذها الطفل من الحليب إذا كانت رضاعة صناعي أو طبيعي؟ هي أكو علامات طبعا حتى تعرف، احنا دا نحكي على الرضاعة الطبيعية، هي تعرف أشياء بجسمها إنه هو حليب دا يضخ، وكذلك بالطفل. أول شيء هي تلاحظ على الطفل إنه هو دا يبلع، هو صح إنه يجرب بشفايفه، هذا مو شيء كافي. من تشوفه بس يجرب شفايفه بدون حركة الرقبة والبلع معناه هذا ما دا يأخذ الحليب بشكل كافي، لازم يبلع لأنه معناه الحليب دا يجي ويبلع. ثاني شيء الطفل ورا ما يرضع راح يهدأ وينام، معناها أخذ كفايته من الحليب والشبع وارتاح ونام. بعدين هي تحس بصدرها أنه فراغ، لأنه لما يكون امتنق وشوية يوجعها أو تحس أنه بكمية من الحليب، من راح يستهلك الطفل راح تحس أنه هو شبعان. ثانيا فترة الرضاعة على كل ثدي من 15-20 دقيقة، هذه كلش كافية أنه يفرغ الحليب اللي عندها ويكون هو شبعان. حلو، يعني اثنينهم 30 دقيقة نص ساعة؟ لا اثنينهم 40 دقيقة. أوف. على الأكثر. إيه وماكو طب يستمر 40 دقيقة إيه. يعني بالرضاعة. طيب خلينا نتحدث أيضا عن فترة الفطام، نعرف أنه هو الرضاعة حولين كاملين يعني سنتين، لكن بعض السيدات يستخطون الأطفال ويستمرون بالرضاعة 3 سنوات و4، وأني يعني مشاهدة حالات قريبة اللي أنه أول شيء هو يرضع بعد السنتين، هل رح يصبح حليب الأم مضر أو ما بي أي مضار وتستمر فوائده؟ هو حليب الأم ما بي مضار يعني ورا السنتين، لكن طيب. الفوائد ما راح تقل، راح يكون أكثر سوائل. الفوائد القوية راح هي أول سنتين أو هي بالأحرى قلنا أول 6 أشهر. نعم. كلش سنة يعني. زين أقل نسبة ممكن تفطم الطفل بها؟ 6 أشهر، أول 6 أشهر هي هاي. ليش إحنا أول 6 أشهر؟ لأنه ورا 6 أشهر راح يبدي يأكل الطفل، راح تبدي تظهر أسنانه ويقدر يأكل. ثانيا جهاز العصبي راح يتطور، يقدر يسند رقبته معناها يقدر يتلقى الطعام، فلهذا إحنا المرحلة الأولى المهمة هي أول 6 أشهر. زين هل الأدوية يعني تأثر على الحليب حليب الأم؟ أكو أدوية طبعاً ممكن أنه تأثر على يعني تروح حليب للطفل. الأم تنتقل إلى الثدي وتنتقل إلى الحليب طبعاً ومن التالي تنتقل إلى الطفل، فإحنا لازم استشارة نسوي بدائل. طبعاً أكو هواية بدائل، مثلاً أكو دواء معين إلا بديل يكون ما مضر او ما ينتقل لحليب يعني الأم. سبحان الله لما تكون الام حامل اكو مضار على الطفل ببعض الادويه، وكذلك لما تكون مرضعه. تمام، لانه ينتقل عن طريق الحليب. ثاني شيء اذا اكو ادويه مضارها للطفل اقل من فوائدها للام، فهذه ماكو مانع انه تتناولها الام لانه المضار اقل طبعا باستشاره الطبيب. وقلنا اكثر شيء اذا اكو بديل احنا نحاول نلقي البديل. طيب دائما تفضلتي انه الطفل الاول الام تواجه صعوبه، اليوم احنا عندنا دورات تثقيفيه وتوعويه وارشاديه للام الحامل ومدى اقبال الناس عليها؟
تحديدا السيدات. احنا نشوف انه دول الغرب حتى الاب يدخل دوره بها ارشادات وبها توعيه. هذه التجربه بما انه احنا يعني دائما نقلد التجارب لكن الايجابيه، والبعض يقلدون حتى السلبيه، هذه التجارب الايجابيه فعلا هي موجوده عندنا بالعراق؟ اكو اقبال من الناس عليها؟ حاليا في الوقت الحالي بدا الوعي الصحي عند الاهل وعند الام نفسها، فمن تيجي هي خلال فترة الحمل تراجع الطبيبة. نعم. خلال هذه الفترة ومن أول 3 أشهر إحنا نبدي نوعيها عن الرضاعة الطبيعية ونعلمها. وخصوصا البكرية يعني أول حمل أول لها. طفل. أكو بكل مركز صحي أكو غرفة الرضاعة الطبيعية. هذه الغرفة يا أما إذا تيجي الأم والطفل يجوع عندها تقدر ترضع ابنها بي، أو إذا تحب إنه بيها شاشة وتشوف فيديوهات، وكذلك احنا همين باشرافنا نقعدها ونقولها لزمي الطفل ورضعيه قدامنا. هذه معلومة جدا جميلة، وممكن انه حتى المشاهدين يجهلون بوجود هذه الغرف المهيئة. نعم. في اليوم المستوصف او المركز الصحي الخاص، طبعا المركز الصحي بكل منطقة يتوفر على هذه الغرفة. يعني اجباريا موجودة حاليا. نعم. قبل شات ما موجودة. والكادر متوفر موجود. والكادر متوفر. وقلنا فيديوهات إن تشوف الأم وكذلك نقعدها. الكادر مثل اختصاصك؟ الكادر يا أما كادر صحي أو طبي. كادر صحي أكو، هي مدربة على الرضاعة الطبيعية. فتقعد الأم وتقول لها رويني شلون دا ترضعين ابنك، خصوصا مثل ما قلتي تشكي مثلا حليبها قليل أو الطفل مدى يحب يرضع من عندها، فتقولها قعدي ورويني شلون ترضعين ابنك. أكو إقبال على الموضوع؟ أكو إقبال هواية على الموضوع، ونشوف العادات الخاطئة ونحاول نصححها. زين، شنو أكثر المشاكل اللي يعني تجيكم؟ إنه شنو المشكلة اللي ما تعرف ترضع الطفل بها؟ المشكلة إنه هي قلنا القاعدة طريقة الإرضاع. أعتقد أكو أطفال يعني إنه يختنقون بأثناء الرضاعة. هذه لأنه طريقة الإرضاع وضع الجسد. أي. الطفل لازم يكون مائل، بس لما تكون رقبته مائلة للوراء تكون مائلة للوراء لكن بدرجة قليلة. ثاني شيء شفته السفلى لازم مقلوبة للأسفل، لازم مو بس ياخذ الحلمة، الحلمة وجزء من الهالة هم لازم أيضا تكون موجودة بالفم أثناء فترة الأرضاع. عملية الرضاعة وعملية البلع أيضا لازم تكون بحركات متتابعة. ليش الطفل مثلا يفضل الحليب الصناعي أو حليب القناني؟ نعم. لأنه تكون أسهل، أسهل الفتحة تكون تكون أكبر، فدر الحليب يكون أكثر له، وفترة الرضاعة تكون أقل فيشوفها أسهل، ما راح يبذل جهد، ما راح يبذل جهد. نعم. وكذلك قاعدة الأم لازم تكون منتصبة، قاعدة يعني على مرجع ظهرها، ولازم إيدها تحتوي كل جسمه، يعني مو إيد وحدة، إيدها تحتوي كل جسمه، تسنده من راسه إلى ظهره إلى رجله. حتى أكو طريقة إرضاع التوأم، يعني أكو أم ما تعرف شلون ترضع التوأم، أكو طريقة إرضاع التوأم اللي هي تحطهم جوا أبطها مثل الكرة وترضعهم اثنينهم بنفس الوقت. زين، أكو أطفال يرفضون الرضاعة، شنو الأسباب يعني اللي تخليهم مثلا ما يتقبلون؟ أكو ناس هواية أنا سامعة أنه بس على الممة هي مو الحليب الأم. هو الطفل بس يذوق الممة راح يترك حليب الأم، لأنه طعم الحليب الصناعي يكون أحلى. ايه. بيه نوع من الحلاوة، ويكون دسم أكثر، راح يشبع بسرعة. قلنا فترة الرضاعة بدل ما 20 دقيقة راح تصير 5 دقائق، وراح يبقى بمعدته أكثر. هنا الرضاعة الطبيعية تكون كل ساعتين، هنا راح يبقى هذا بمعدته أكثر، راح يبقى أكثر، راح ينام فترة أطول. ممكن الأم هم ترتاح على هذا الشيء، إنه مو كل ساعة قاعدة. أي أكو ناس أعرفهم إنه اثنينهم رضاعة طبيعية والصناعية يستعملون حتى شوية ترتاح أكثر الأم، تقول حتى يشبع أكثر. أي حتى ينام فترة وسيلة أطول. مساعدة. وسيلة مساعدة. طيب. تحدثتي عن موضوع التوأم، طبعا موضوع جدا شيق وجميل. اليوم المرأة الحامل بتوأم أوريدي هي تكون أصلا تعبانة أثناء فترة الحمل، كون إنه هي تنطي من جسدها وصحتها ضعف. زين، أثناء فترة الرضاعة شنو بإمكان المرأة المرضعة لتوأم؟ ما شاء الله، وإحنا بالآونة الأخيرة قمنا نلاحظ 4 توائم، 5 توائم المنشطات بالضبط. نحن نرجع على هذا الموضوع، استخدام المنشطات ومدى تأثيرها السلبي على السيدات. اليوم شنو النظام الغذائي اللي تتبعه السيدة اللي ترضع توأم؟ وش قد مدة طبيعية والصحية إلها وللطفل أنه تبقى ترضع بيها؟
نفس المدة هي نفس المدة. نفس المدة ما راح تأثر عليها خطيئة؟ ما راح تأثر، بس هي قلنا احنا لازم نضاعف كمية الأكل والماء. طبعا هي لأنه راح تزيد السعرات الحرارية المفقودة وجهدها أيضا يزيد لأنها راح تبذل جهد. زين، اليوم تزيد السعرات الحرارية، النظام الغذائي راح يكون واحدة كافية أو لازم تحتاج مولتي فيتامين أو أنه تأخذ الأوميغا، يعني انواع من انواع الفيتامين اللي تستعين بها حتى تعوض النقص الحاد اللي راح يصير بجسمها؟ لانه نعرف انه المراه الحامل والمرضعه بساقط شعرها وحتى اسنانها تتاثر، فتقدر اليوم تاخذ فيتامين حتى يعوضها على النقص الحاصل بجسمها. طبعا هي مش جهاز شخصي، مهم فيتامين جي دي جدا مهم. لازم تاخذه طبعا لازم، لكن بنسب وكميات طبعا تحت اشراف الطبيب للام المرضعه. اكو مكملات غذائيه موجوده هي يعني خصيصا للامهات المرضعات بنسب معينه للامهات المرضعات. نعم. الاوميجا 3 تقدر تعوضها، تاخذ مثلا حصه اسماك مرتين بالاسبوع كلش كافي عليها. فقلنا احنا ليش قلنا احنا الغذاء كلش مهم ويكون متنوع، فهي تاخذ مثلا مرتين بالاسبوع كميه اسماك، تتغذى على الاسماك فتعوضها عن الاوميجا 3. زين، أرجع بسؤال اللي طرحتي قبل قليل انه المنشطات. اليوم السيدات اللي يعني احنا ما نحكي على الحاله الوراثيه، اكو عندهم حاله وراثيه ويصير او مرضيه طبعا. بالضبط. اليوم السيدات اللي ياخذون منشطات ويحملون بتوأمين وثلاثه واربعه، طبعا هنا اكيد قبل جسمهم هي ما راح تكون مستعده ومتهيئه، هم فرضوا هذا الشيء. ايش قد تاثيره السلبي على صحتهم وحتى ممكن ان تودي بحياه احد الاطفال؟ هو أول شيء كمنشط هو راح يزيد بعمل المبيض. نعم. وينشطه، فراح يسوي ينتج بويضات أكثر من اللازم. يعني طيب. هي مبيض المرأة ينتج بويضة واحدة بالشهر. طيب. فمن تأخذ منشطات راح تنتج أكثر من واحدة واثنين وثلاثة. أوكي. فراح يأثر سلبا طبعا عليها، واكيد راح يأثر على الهرمونات، وراح يأثر على هرموناتها طبعا. زين، وهل ياخذ من صحة الاطفال مثل ما قالت هبة؟ هذا حسب قابلية الام هي وقابلية رحمها. هي يعني قصدي انه الغذاء اللي تاخذه الام تقدر توزعه بصورة مثلا مساومة بين الاطفال، لو اكو شخص ياخذ اكثر من، هي تصير حالات انه تتوزع بالتساوي، وتصير حالات لا يجي طفل اكبر من طفل. طيب دكتور بطن واحدة طبعا، خليني أسألك دكتورة، من هو المسؤول بصورة طبيعية عن التوائم، الرجل أم المرأة؟ الاثنين. الاثنين العامل الوراثي مسؤولين الاثنين. إذا احنا قلنا شيء طبيعي ما ماخذه هي أي منشطات أو شيء يحفز المبايض على النشاط أكثر من اللازم، في حالة الأمور طبيعية وحملت بتوائم فهو يجي اما من الاب او يجي من الام. يعني مثل ما شاهدنا، يمكن شاهدتي على مواقع التواصل الاجتماعي الشاب العراقي اللي عنده 26 طفل. أي حتى منظمه الصحه العالميه دخلت بهذا الموضوع وانطت جرعه ايقاف الانجاب للاب، لانه هي الزوجه الاولى توفت، الزوجه الثانيه واستمر التوائم. فهنا فعلا اليوم حتى الرجل مسؤول عن تحديد التوائم، هي العامل الوراثي. يعني هو اكو توائم يعني تطلع اصلا مختلفه، يعني حتى بالشكل متماثله وغير متماثله. هذه المتماثله حسب يعني هي البويضه هي من قسمه، لو هي بويضتين منفصلتين يعني كل وحده واحد وتلقحها، او اكو بويضه هي تنقسم وتصير توام، هذول يصير المتماثل. بس سبحان الله انه التوام يعني ما يقدر يحدد انه صحته او حجمه، انه والام ما تقدر تحدد هذا الموضوع، يعني هو وحظه يطلع صحته جيدة والثاني يطلع صحته سيئة، وأكو يجون سليمين كلهم. صح. متوزع الأمور بالتساوي. لا طبعا. أنا قبل يعني كم سنة كانت وياي صديقات اثنين لحد الآن أتذكر أسمائهم، طبعا كانت وحدة دائما مريضة وحدة كل شيء ما بيها ما أعرف شنو توأم حتى نفس الشكل، بس أعتقد يعني الثانية ما أخذ صحتها كانت ببطن أمها. حسب المشيمة، أكو هو يتغذى على مشيمة وحدة أو مشيمتين منفصلة، صحة الأم بهذاك الوقت واي أمور هي تلعب دور. طيب دكتورة، اليوم نشاهد أيضا بعض السيدات المرضعات أثناء فترة الرضاعة يحملون بطفل آخر. نعم. تنصحيهم أنه يقطعون الرضاعة أثناء هذه فترة الحمل، وكو بعض السيدات لأنه يرضعون أصلا ما يصير عندهم حمل، لكن خلينا نتحدث عن السيدات المرضعات واللي أيضا يحدث عندهم الحمل، لازم يقطعون الرضاعة أو يستمرون بالرضاعة وما تأثر على الجنين الموجود داخل البطن؟
أول شيء إحنا أكو معلومة خاطئة إنه كل وحدة رضع ممكن إنه يصير عندها منع حمل وما يصير عندها حمل خلاص. لا، هي أكو شروط تتوفر بالرضاعة الطبيعية إذا اتبعتها إنه فعلا يصير عندها منع حمل. مثلا يعني هي لازم الطفل أول 6 أشهر لازم يكون نهائيا ما يأخذ أي شيء غير حليب الأم حتى المي. هذا يعتبر قلنا يعني الرضاعة الحصرية، الرضاعة الطبيعية الحصرية يسموها أو الإكسكلوزيف، يعني معناها هو فعلا تكون هي هاي مانع حمل. ثاني شيء تكون هي يعني حبوب منع الحمل تأثر على الحليب. هي حاليا هسا احنا دا نحكي مدى تأخذ حبوب منع حمل، هاي أولا. ثاني شيء انه هاي إذا هو كوسيلة منع حمل الرضاعة الطبيعية انه ما يتناول أي شيء طفل غير الحليب حتى المي ما يتناوله، ترضع ايش وقت ما يريد وخصوصا اثناء الليل، خصوصا اثناء الليل الرضاعه الطبيعيه، لانه طيب. هو اثناء الليل راح يفرز الهرمون اللي راح يمنع الاباضه. في حاله اذا اضطرت تاخذ حبوب منع الحمل وهي دا ترضع فلا مانع انه تاخذ، بس نوع معين اللي هو مو المركب، هو بس يحتوي على البروجسترون. اي يعني الحبوب منع الحمل تاثر على الرضاعه مو كلها، المركبة فقط يعني تحتوي على الاستروجين والبروجسترون. يعني تقدر المرأة تاخذ بس مو اي نوع. اي بس البروجسترون. في حالة اذا ما تعرف هذه المعلومات وصارت حامل وهي ترضع طبيعي، فهو اصلا حليب الام خلال فترة الحمل راح يبدي يقل. ايش وقت بالاشهر الثانية، احنا مو 3 مراحل، بالمرحلة الثانية من الحمل بفعل تأثير الهرمونات، فهو يعني أول وتالي راح يبدي يقل حليب الأم ويتوقف. زين، عندي سؤال. طبعا هواية تعاني من النساء بسبب خربطة الهرمونات أو حالة نفسية، أكو هواية يأخذون حبوب تنظيم، هل تأثر على الحمل بعدين؟ يعني من صار حامل تأثر عليها يعني الدواء باقي بجسمها أو صار؟ ما تأثر بس هي وسيلة مساعدة أنه صار حامل، وسيلة مساعدة أنه الحمل على مدى الشد يعني يرجع وما تأثر على الجسم طبيعي وتأثر على الإباضة وما تأثر على الجسم. لا، لأن هي في يعني دوزات محسوبة، ما تأثر لا على الجسم مثلا، لا على الجنين من يتكون ولا على الجسم بشكل عام، بالعكس هي تساعدها تنظيم عمل المبيض حتى يهيئ للإباضة. طيب، الطفل أثناء فترة الرضاعة من بعد 6 أشهر يبدي يتناول نوع من أنواع الغذاء أو حتى تدخل السوائل. هو قبل 6 أشهر ما يتناول لا سوائل ولا طعام لأنه كافي حليب الأم. طيب، السيدات اللي يكون يرضعون الطفل بعد 6 أشهر شنو نوع النظام الغذائي اللي يدخلوا على الأطفال حتى يعني يبلشون ينطهم الطعام، يعني السريلاك وحتى اليوم الشربات اللي ممكن تحضر بالبيت؟ تنصحين بالطعام اللي إن الأم تحضره بالبيت، الشوربات من الخضار الطبيعية أو السريلاك؟ وأيضا أكو هذه العلب الصغيرة اللي يطعمون بها الأطفال. نعم، أول شيء إحنا كل شيء طبيعي هو اللي مرغوب. إحنا السريلاك وهذه الأطعمة اللي موجودة بداخل الزجاجات اللي نشوفها بالأسواق وشكلها مشجع إنه تحبين تشتريها لطفلك، هاي تحتوي على مواد حافظة وهي كلها مصنعة، ليش ما هي الأم تسويه بالبيت وكل هالأشياء متوفرة وبسهولة بالأسواق. صح. مثلا تبدي تعرف الطفل كل أسبوع على نوع من الغذاء معين. نبدي أول شيء بالسوائل، مثلا إحنا مثل أيام أجدادنا وأمهاتنا على فوح التمن يقولون، اللي هو التمن اللي يهرسوه والمي ما تشربوه للطفل. لا مانع أنه تعرفه على أنواع معينة من الخضروات والفواكه كل أسبوع وتشوف. زين، أكو أطفال ما تحب هاي الأكلات، هي تشوف المرغوب إلا شنو هو يقوم يحبه وتسوي إياه، فلهذا تعرفه كل أسبوع على طعم معين. طبعا ما نحاول نخلي بيه لا ملح ولا شكر لأنه يقوم يحب الأشياء المالحة أو الحلوة. لا، يتعرف على الطعم الحقيقي للغذاء نفسه. زين، شنو أكو طعام محظور أنه لازم ما يستخدم نهائيا للطفل؟ لأنه نشوف أنه صراحة بعض الأشخاص أنه حتى البيبية أو حتى الجدي يجيبون الطفل ويطيشي ولو فتشي قليل حتى لو نوع من انواع المرقة بالضبط، هذا راح يضر صحته لو ماكو ضرر. طبعا اكو يعني انواع هوايه من الاطعمه بالبدايه راح تضره، احنا ورا العمر السنه نقول لها الاميه خلي الطفل يقعد وياكم على الميز ياكل اي شيء ورا السنه، بس قبل السنه لا، اكو اشياء محظوره. مثلا عصير البرتقال، احنا او البرتقال نفسه احنا قبل 9 أشهر او السنه مع العلم انه هو احنا الامهات راسا قبل 40 اكو يسوون بالمميه ويخلوه،
هذا الشيء غلط لانه امعائه انا اكو ناس حتى بيبسي تخلي امعائه ما تتحمل لانه ما تحتوي على الانزيمات الخاصه بهضم هذا النوع من الغذاء. الموجوده بالبرتقال بس اول مره اعرف انه العسل ثاني يعني العسل ايضا قبل السنه ممنوع لانه يحتوي على نوع من البكتيريا اللي هو الطفل ما يقدر يقاومه ممكن يسوي في حين هو طبيعي ويحتوي على نوع من البكتيريا تأثر على أمعاء ما يقدر يتقبلها طيب. فبعد السنة ممكن فأكو ليش إحنا نقول بس العسل والعصير برتقال بس دوري نعم. وأكو يعني أنواع من الأطعمة إذا يتناولها الطفل ممكن يسوي له حساسية لأنها يعني موجودة بجيناته مثلا المكسرات أنواع وأني أعرف معلومة أنه صح إذا أكل خبز أو صمون بوقت مبكر ما أعرف شنو يصير عنده مشكلة حساسية الحنطة طبعا أي نعم أي فهذه الاشياء كلها احنا ليش قلنا يعني طول عمره ما يقدر ياكل بعد يقدر هي بعدين يتناول الاطعمه الخاليه من الجلوتين هي بس ماده الجلوتين طيب. موجوده بالاسواق بدائل هوايه مواد خاليه من الجلوتين فيقدر يتناولها خصوصا طفل هو تي ما تقدرين تمنعيه عن اشياء طبعا. يشوف اقرانه مثلا يستعملوها طيب دكتورة اليوم تحدثتي انه بعض الاطفال يواجهون حساسيه ضد انواع معينه من الاطعمه نعم. شلون اليوم الام ممكن تكتشف انه ابنها عنده نوع من انواع الحساسيه خصوصا الاشخاص اللي الاطفال اذا عندهم نوع من انواع الحساسيه تجاه اي نوع من الطعام يعني كل شيء يتاذى فحتى تتجنب انه يصير عند هذا السايد افكت شنو ممكن التجربه اللي تسويها حتى تحافظ على تاريخ المرضي من هي حامل او مثلا من نجيب الطفل يجي للقاحات مثلا احنا نقدر نميز هاي الشغلات مثلا نسالها على التاريخ المرضي العائلي احد بالعائله الام او الاب او الاقران عندهم مثلا حساسيه نوع معين من الادويه او نوع معين من الاكل راح نكتشف بعض الاشياء طيب فاحنا شلون نعرف هذا الطفل ورث هذا الشيء او لا بس اكو ناس يعني مو وراثه اكو طفل نعم. ياخذ حساسيه او احنا جينا قلنا حتى شلون مثلا نتلافى هاي الاشياء اول شيء من نسال على تاريخ العائله اذا اكو فاحنا نقول لها مثلا من يتعرف على هذا النوع من الاطعمه نكون حذرين ويتناول كميه قليله ويشوف رد الفعل عليه طيب. في حاله الاشياء اللي تكتشف بالصدفه من راح تطعمه هذا الشيء راح البسيط راح تشوف مثلا علامات التحسس مثلا احمرار او يصير عنده او ظهور بعض البقع الجلديه او مثلا توصل للاختناق فبهذا الشيء راح يكتشفون انه عنده حساسيه طبعا حساسيه الباقله همينه ممكن تكون موجوده باختفاء انزيم معين هم يا اما تاريخ وراثي او بالصدفه تكتشف نصيحة أخيرة وأهمية اللقاح للأم الحامل اللقاحات طبعا هي لقاح القزاز اللي هو اللي تاخذ الأم الحامل اللي هو يكون لقاح القزاز على مدى 15 سنة يكون 5 جرع أول جرعتين تاخذها من تكون حامل بالشهر الرابع وبعدين بالشهر الخامس ونعطيها جدول وكارت للمواعيد مال اللقاحات طيب. جدا مهمة بحياتها هي الأمية مهمة لها وللطفل أيضا طيب. وتساعدها أيضا بحمايتها من الإصابة بالقزاز لا سمح الله خلال الولادة سؤال جدا مهم وهسه خطر على بالي الأبرة اللي تحتاجها السيدة باختلاف دمها ودم الجنين نعم. مدى أهميتها وفعلا هي تأثر على الطفل اللي بعد الطفل الأول وتسبب نوع من التشوهات إذا لم يتم أخذها هي جدا مهمة حتى توقي الأم من الإصابة بالتكسرات يعني لأنه هو دم الطفل راح يكون هو اللي ينتقل لها هو اللي راح يأثر عليها ويولد مضادات راح تأثر على الأم وعلى دم الأم طيب. فممكن أن تعبر بسلام بالطفل الأول لكن هذه المضادات راح تبقى مخزونة بجسم الأم راح يتعرف عليها ثاني بالطفل الثاني طيب. ما راح تسوي تشوهات لكن يسوي إسقاطات متكررة وولادة مبكرة الأبرة لاختلاف الدم نعم يعني هي ما تسبب أي تشوه للطفل لا ما تسبب تشوه تسبب اختلاف قلنا للدم اختلاف بالمضادات نعم. للأم وتأثر تسوي إسقاطات مبكرة وهي فقط السيدات اللي عندهم اختلاف مع الجنين ياخذوها يعني اختلاف الدم إذا كان دمها سالب ودم الزوج موجب أها طيب طبعا شكرا لك دكتورة نورتي والآن عندنا تقرير مع الزميلة سالي عن فحص الغربلة وأهميته في الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية خليكم ويانا